راهبة، جرت العادة زي ما بعض أهلنا قالوا إنه عشان تقوي جهاز المناعة بتاعك الأطفال الصبح قبل ما تنزل كوباية عسل بليمون، هل ده معلقة عسل. معلقة عسل أو العسل بليمون؟ في بقى ايوه. يقول لك لا العسل الأسود أحسن، العسل الأبيض أحسن، الحاجات دي فعلا بتنفع ولا لأ؟ بصوا، العسل ديفينتلي فيه مضاد فيروسات او بكتيريا وصحي وبيقوي المناعه، بس حته الليمون ان هو يتسخن دي، وانا ما اعرفش، اصل انا ما سمعتش التقرير. ليمون ما يتسخنش عشان الفيتامين سي اللي فيه ما يتكسرش، لا من غير بس ما يتسخن على الساقع يعني بقى، ممكن عصره ليمون كده على معلقه العسل على الكوبايه، اوكي ابيض مفيش ولا اسود؟ مشكله. الاسود فيه الحديد اكتر، العسل بقى فيه انواع، يعني فيه الجبلي طبعا لازم يكون جودته كويسه، وطبعا فيه دلوقتي العسل مانوكا معروف جدا علشان المناعه، اكيد الدكتور محمود عارف، والعسل الجبل، او جوده بقى انواع العسل العادي اللي هو بتاعنا تكون بس المصدر بتاعه كويس، كويس. اللي هو نعرف بقى ان هو ما بيد فنعمل كده مع الاطفال عسل مفيش بليمون. مشكله. يا ديفينتلي. كويس. واللي برضه بيبقوا مركزين في انه لازم الولاد اول ما يصحوا يشربوا مثلا عصير برتقال او ياكلوا جوافه او عشان فيها فيتامين لا، دي. ما احنا لو اتكلمنا بقى باستفاضه، احنا عندنا مجموعه فيتامينات ومعادن لازم تكون متظبطه اساسا في الجسم علشان نقوي المناعه، يعني مثلا فيتامين سي اللي هو موجود في السيترس فروت كلها او الفواكه الحمضيه زي الجوافه، يوسف افندي الليمون اياس، الفراوله، البرتقال، موجود مثلا في الفلفل الاحمر، ده مثلا غني بالفيتامين سي. الفلفل الاحمر الحراق ولا الرومي العادي؟ لا، الرومي الرومي العادي. العادي. ومثلا فيتامين دي الليفلز بتاعته مهمه قوي، ان هي ما يكونش فيه نقص، فلازم التحاليل الدوريه، علشان لو الطفل ده عنده نقص فيتامين د which is حاجه very common عندنا، لازم يتصلح علشان هو ليه علاقه طب ليه كومون مباشره. مع ان احنا دوله يعني فيها شمس على طول؟ ايوه، بس عندنا في مشكله في الامتصاص، في مشكله رهيبه في الشعب المصري في حكايه نقص فيتامين د. الشعب المصري الشعب، انا بشوف كله تحاليل، طبعا هو الدكتور لسه كان بيحكي لي على قصه تانية، فدي مهمه، ان احنا ما ينفعش اي حد ياخد فيتامين د من غير ما نشوف ارقام على ورق تحاليل. لا في ناس يعني بتاخد طب المالتي فيتامين اللي هو لا، الفيتامين مالتي فيتامين بيبقى فيه تريسز، بتبقى فيه حاجات بسيطه نسب، قوي، فده مش مضر. مش مضر، بس احنا بنسمع. هو ممكن يعني حكي لي على قصه جوه كانت مرعبه، يعني من هايبر فيتامينوزس، فلازم اي فيتامين يتاخد ده بلاش سبلمنت. المصطلحات الطبيه دي عشان انا ومشاهدين بتوع ايوه. مع حضراتكم. ايه ما هو هايبر ده اللي انا فيتامينوزز؟ ما هو ده اللي انا بقوله، انا قصدي انه ما ينفعش حد ياخد فيتامين د من غير ما نشوف تحليل ويبقى فعلا عنده نقص، عشان ندي جرعه علاجيه في كويس. بعد كده جرعه مثبته علشان ما ينقصش تاني. انما مثلا فيتامين سي ممكن ناخد سبلمنت من 1000 ل 2000 مللي جرام، لان هو مش مكمل بيتخزن غذائي. كمكمل غذائي، بس لازم يكون ميه كتير عشان ما يحصلش بقى ترسبات لاي ستونز او كده، حصاوي في الكلى. بالظبط. كويس. في بقى معادن وتانية مثلا زي السيلينيوم والزنك والحاجات دي كلها مهمه، فيتامين بي مهم، ده برضو فيتامين بعد ايه التحليل موجود. لا، دول انا بتكلم مش من من غير. الاكل، يعني مثلا فيتامين ايه موجود مثلا في البطاطا، في الجزر، في الكبده، يعني في الاكل العادي بتاعنا، كل كويس. الحاجات دي بتشتغل على المناعه. ما ينفعش حد مثلا يبقى عنده انيميا نقص الحديد، فده لازم يعمل له تحليل، علشان لو هو عنده انيميا هتبقى مناعته ضعيفه، مش هيبقى فيه اكسجين بيوصل للخلايا كويس. كويس. طيب ايه القصة؟